المياه تنشق والأسوار تسقط. أرسل موسى 12 جاسوساً إلى أرض الموعد. 10 منهم قالوا لن نقدر أن نهزم الشعب هناك، لكن يشوع وكالب قالا بمساعدة الله نقدر. ارتعب الشعب لأنهم صدقوا كلام الجواسيس 10، فقال الله لهم سيدخل أرض الموعد أولادكم فقط مع يشوع وكالب. وبعد 40 سنة في البرية حان الوقت. هل آمن يشوع وكالب أن الله سيساعد بني إسرائيل أن يدخلوا أرض الموعد؟ أرسل يشوع جاسوسين إلى أريحا، قبلا امرأة اسمها راحاب، هي خبأتهم وساعدتهم على الهروب عبر سور المدينة، فوعداها بحمايتها هي وعائلته. عبر بنو إسرائيل نهر الأردن. تقدم الكهنة أولاً وهم يحملون تابوت العهد، ولما لمست أرجلهم ماء النهر توقف النهر عن الجريان وعبر جميعهم على أرض يابسة. كانت أريحا محطتهم التالية. قال الله يشوع دوروا حول أريحا مرة واحدة كل يوم لمدة 6 أيام، ثم في اليوم السابع دوروا 7 مرات وانفخوا في الأبواق واهتفوا وستسقط الأسوار. ماذا كان الكهنة يحملون وهم يعبرون نهر الأردن عندما أوقف الله المياه؟ وثق يشوع في الله وعمل ما أمر به الرب، فسقطت الأسوار، أخذوا المدينة وأنقذوا راحاب، وبدأ شعب الرب في امتلاك أرض الموعد. لأن يشوع آمن وأطاع الله سقطت أسوار أريحا. صح، خطأ.